السلام عليكم يا جماعة. أنا لفترة طبعا مراقب الصاروخ الصيني في الموقع بتاع التتبع بتاعي، ووجدت أنه اليوم يمر على جمهورية مصر. قررت أني أصور لكم هذا المشهد. الساعة الآن حوالي 5 صباحا، كما ترون اهو واضح جدا جدا، الموبايل واضح تماما تماما، الموبايل فقط. ان شاء الله انه يبتعد عن جمهوريتنا العزيزة، ان شاء الله انه يبتعد عن مصر، يسقط في البحر او في مكان خالي. السلام عليكم.